السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الناس يتساءلون حول ما يحدث للقمر، ويستفهمون حول ما يجب عليهم تحديداً أن يتابعوه حوله، فهم لم يفهموا قصة إدراك الشمس للقمر بعد، ولم يفهموا كيف ولماذا ومتى الإبدار المفترض للقمر، وكذا الإبدار المبكر وسببه. كل هذه التساؤلات وعلامة الاستفهام حول ما يدعوهم إليه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني لمتابعته بشأن القمر، سنتناوله معا في هذا الفيديو القصير. ما هو مسلم به في العلوم الفلكية والفيزيائية حول تولد الهلال هو أنه في كل شهر يتم الاقتران المركزي للشمس والقمر معا، ويحدث الكسوف، ثم من بعد ذلك يبدأ القمر بالانفصال عن الشمس شرقا، وتبدأ شعيرات ولادة الهلال بالتكون، فيظهر للعيان كهلال غرة الشهر الجديد بعد مضي 12 ساعة من الانفصال. وهذه من القواعد والمسلمات الفلكية المتعارف عليها عند علماء الفلك جميعا، بل وعند الهواة من متابعي منازل القمر. لكن ما جاء مناقضا للقاعدة الفلكية ومستحيل حدوثه هو ما حدث منذ بداية دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، وهي تولد الهلال من قبل الاقتران المركزي للشمس والقمر، فيولد هلال الشهر الجديد من قبل الكسوف، ثم يجتمع القمر بالشمس وقد صار هلال، أي أن الشمس قد أدركت القمر فسبقته فأصبح هو من بعدها. وحين ينتظر الجميع ظهوره الأول بعد انفصاله عن الشمس يجدونه أكبر من حجمه المفترض، فيبدو أكبر ابن ليلة أو ليلتين أو أكثر كما سنلاحظ في الإدراكات القادمة. وهذا الأمر قد تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فقال أن من أشراط الساعة الكبر انتفاخ الأهلة، فسأله عن معنى ذلك فقال صلوات الله عليه: يرى الهلال فيقال لليلتين. أما سبب هذا الخلل والانتفاخ لأهلة القمر فهو بسبب اقتراب جرم سماوي عظيم من أرضنا هو كوكب صقر، وبسبب هذا الاقتراب والمرور الوشيك له يحدث تناوش وتجاذب بين الكوكب وبقية الأجرام القريبة منه، ومنها الشمس والتي تؤثر بدورها على القمر فتجعل حركته الذاتية تختل فيولد من قبل موعده. ورغم أن علماء الفلك قد علموا ذلك جيدا من خلال مراقبتهم لمنازل القمر والخلل الحاصل به، إلا أنهم سكتوا عن ذلك حتى لا يقول الناس أن الإمام المهدي المنتظر على حق، رغم أنه ليس عالم فلك، بينما هم على باطل مع أنهم العلماء الفاهمون من يمتلكون تفسير ما حدث. لكن كيف يستطيع الناس أن يكتشفوا الخلل الحاصل في القمر إذا لم يفهموا أو لم يتتبعوا منزلته أول الشهر؟ نقول لهم الأمر بسيط جدا، وهو متابعة موعد إبدار القمر لذلك الشهر الذي حدث فيه الإدراك. وما هو مسلم به ومتعارف عليه فلكيا هو أن القمر يبدر مكتملا في مساء اليوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر من الشهر، ولا يمكنه أن يختل ذلك إطلاقا أو يحيد عنه. لكن وبسبب الإدراك وولادة الهلال المبكرة أول الشهر يحدث الإبدار في وقت أبكر من وقته المعتاد والمفترض، كما سيحدث في شهر محرم لعامنا هذا 1443، فسوف يبدر القمر وتبدأ استدارته ابتداء من مساء الجمعة ليلة السبت يوم 12 محرم حسب تقويم بعض الدول، ويوم 11 محرم بحسب تقويم دول أخرى، بل ويوم 10 محرم بحسب تقويم بلدان أخرى. وسنضع لكم جدول تقاويم هذه الدول بحسب تقارير مركز الفلك الدولي، والرابط في صندوق الوصف. وسيستمر القمر في اكتمال إبداره من مساء الجمعة حتى مساء السبت ليلة الأحد.
إذن هناك حدث فلكي هام وآية عظيمة ستحدث لتنذر الناس بأنهم في نهاية الزمان، وبأن الوعد الحق قد اقترب، وبأنهم في عصر بعث المهدي المنتظر، والذي يجب أن يتدبروا ما جاء به ويتبعوا دعوته، فهو لم يأتهم بشيء جديد، وإنما جاء ليعيدهم إلى منهاج النبوة الأولى. وإن وجد في بعض ما جاء به بعض الغرابة فذلك أمر طبيعي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وفعلا هو قد جاء غريبا في عصر تنزيله، وها قد عاد غريبا في عصر تأويله الآن، عصر ظهور المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. فطوبى للغرباء.